السائلة التي تدعو لنفسها أولا، ثم لوالديها، ثم لأقاربها من أولاد أو إخوة أو نحو ذلك. أولا جزاه الله خيرا وتقبل الله منها، والدعاء للحي أو للميت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذا الولد الصالح يدعو لمن؟ لأبيه أو لميته الذي انقطع. نعم، انقطع إلا من هذه الثلاث، ومنها الدعاء. فإذا الدعاء للميت إن شاء الله تعالى أنه محل قبول عند ربنا بالرحمة والمغفرة والاستجابة. هذا فيما يتعلق بالسؤال. فالحاصل أنها يجوز لها أولا تدعو لنفسها، ثم بعد ذلك تدعو لوالديها، وتدعو لأقاربها من أولاد وإخوة وأعمام وأخوال وجيران وأصدقاء ونحو ذلك. فالحمد لله وجزاها الله خيرا، ولها مثل ما تدعو للآخرين إن شاء الله، وفضل الله واسع.